تذهبين؟ أذهب إلى المغربيس. مع من تذهبين هناك؟ مع صديقتي. لما هناك؟ إلى أين تذهبين؟ أذهب إلى المغربيس. مع من تذهبين هناك؟ مع صديقتي. لماذا تذهبين هناك؟ أواصل صديقتي لشراء ملابس. هل تشتري الملابس أيضا؟ أسأل إليها. تسألي صديقتك الملابس. أشتري الملابس لأن أريد أن أذهب إلى سورابايا لزيارة أختي. وأنت إلى أين تذهبين؟ أريد أن أذهب إلى منزل صديقتي. لماذا تذهبين هناك؟ لأن أرأت معها. أين والدي؟ ذهب إلى خارج المنزل. وصلنا. نعم، دعنا نواصل رحلتنا. مرحبا طيب. الحمد لله قد وصلنا. هيا بنا مختار ملابس. هاتي هاتي. يا صديقتي هذا قميص حق ممتاز حقا. واو، أين محل هذا القميص؟ إنها انظر إلى الملابس. نعم، أربعون ألف. فالسؤال ليس كغيري من الخامس أهان الذي خمسون وثلاثون ألف. هيا بنا نذهب إلى المعرض. تلو. يا سيدتي، شكرا لك يا أختي.